إيه أسرع رافد اقتصادي في الدنيا؟ السياح. إيه أسهل وأصعب رافد اقتصادي في الدنيا؟ برضو السياح. تقول لي ده إزاي؟ أقول لك أسهل رافد أسرع رافد اقتصادي في الدنيا هو السياحة، علشان السائح بيجي يحجز الطيران، يحجز الأوتيل، يقعد ينبسط، يتجول، يركب المواصلات، يشتري الحاجات، يأكل هنا، يتصور هناك، يزور المتحف ده، المنطقة دي، المحمية دي، إلى آخره. يعني تدفقات نقدية من العملة الصعبة. طيب ليه هي الأسهل والأصعب؟ هي الأسهل لما تبقى في بلدنا، هي الأسهل لأن أنا البلد عندي تنفع لكل حاجة. سياحة الشواطئ أهلا وسهلا، الترفيه أهلا وسهلا، الثقافة أهلا وسهلا، سياحة المحميات أهلا وسهلا، المؤتمرات أهلا وسهلا، الرياضة أهلا وسهلا، كله عندي أهلا وسهلا. أصعب حاجة فيها إيه؟ كذا حاجة. واحد، ان انا يبقى في عندي غرف فندقيه كافيه، يبقى عندي شركات للنقل السياحي كافيه، يبقى عندي شركات اللي هي بقى ايه، عربيات السياحه الشياكه الفاخره اللذيذه دي تبقى كافيه، يبقى في عندي برامج سياحيه متكامله، يبقى في عندي ثقافه استقبال السائح، ودي مهمه جدا قوي خالص، فتبقى هذه الثقافه في اعلى مستوياتها واعلى معدلاتها. طيب الاقي انه يا جماعه ده انا قريت ان في توقعات بحدوث طفرة، خلي بالك من المصطلح، طفرة في السياحة الروسية لمصر وانتعاشة عربية، خد بالك بقى من المصطلح، غير مسبوقة. هنا لازم أفهم، أرجع فورا لعمرو بيك القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية للتنشيط السياحي. أهلا بيك يا عمرو بيه. مساء الخير أستاذ يوسف. مساء النور، إزاي حضرتك؟ كله تمام الحمد لله. كله حلو الحمد لله. أنا عايز أفهم مصطلحين، واحد منهم طفرة في السياحة الروسية، واحد في واحد تاني إنه انتعاشة غير مسبوقة للسياحة العربية. طيب بالنسبة للسوق الروسي، طبعا هو مصر بالنسبة للسوق الروسي والسائح الروسي هي المقصد رقم واحد، خاصة في فصل الشتاء، لأنه شتاء روسيا مفهوم إن هو قارس جدا جدا، وبالتالي مصر بجوها الدافي الجميل، بشواطئها الرائعة، مش بس كده، كمان بمنشآتها الفندقية المتميزة جدا، والأهم والأهم بالمصريين العظماء اللي بيقابلوا السائحين بكل اهتمام الحقيقة. فبالتالي بالنسبة لروسيا، الطفرة إن شاء الله قادمة في فصل الشتاء، عن طريق طبعا توقعاتنا وعملنا مع شركات السياحة الروسية وشركات الطيران. المسألة إن شاء الله هتكون في تطور كبير بإذن الله في الموسم الشتوي اللي جاي. حلو قوي. ده بالنسبة للسائح الروسي. هايل. السائح العربي. السائح العربي أعتقد إن إحنا شايفين النهاردة في القاهرة وفي الساحل الشمالي التواجد العربي شقيق جميل، تواجد كثير جدا، والحقيقة الحمد لله مش بس الأعداد من أخواتنا العرب موجودين، ولكن كمان إن هم موجودين بكثرة في العالمين الجديدة وفي باقي منتجعات الساحل الشمالي، وبفترة إقامة أطول من أي سائح آخر، وطبعا بمعدل إنفاق أعلى. الحقيقة بنرصد ده على الأرض وفي كل الأماكن. الحمد لله مصر برضو بتقدم للسائح العربي وعلى رأسهم طبعا السائح السعودي فرصة لموسم صيفي جميل تنوع، وبقى عندنا كمان مش بس القاهرة جميلة التقليدية، ولكن الساحل الشمالي، وكمان السنة دي في مهرجان العالمين الجديدة. أيوة. مهرجان فني رياضي ثقافي متنوع جدا، الحقيقة بيقدم تجربة سياحية رائعة وترويج غير مسبوق الحقيقة في المنطقة العربية. رائع جدا. طب عمرو بيه، يمكن يجي على بالي مصطلح كده، السائح العربي ده سائح برنس، بيحب يجي يتفسح ويخرج ويتعشى بره ويتغدى بره ويفطر بره كمان لو ما فطرش في الاوتيل، ويحب يشتري تذكارات ويحب يشتري حاجات وهو راجع على البلد الام بتاعته وما الى ذلك، وبالتالي بيحتاج الى وسائل انتقال. بما انه سائح برنس
مصطلح جديد أظن على التلفزيون، فبيحب فبيحب طبعا وبطبيعة الحال يحب يركب العربيات الحلوة الشياكة الجميلة الكلام ده. فبيجي على بالي، هل إحنا عندنا الشركات المتخصصة في السياحة الفاخرة والانتقالات الفاخرة، سواء إذا كانت انتقالات قصيرة أو انتقالات بعيدة؟ يعني مثلا افترضنا أنه هو موجود في القاهرة وعاوز يعمل تور طويلة 4-5 ساعات، فعايز عربية كده فاخرة مريحة. افترضنا أنه مش عاوز يركب الطيارة لحد جنوب سيناء ولا البحر الأحمر، بس عاوز يركب حاجة كده فان تبقى فيها كراسي عاملة زي كراسي البيزنس كلاس والكلام ده. إحنا الحاجات دي موجودة عندنا أو موجودة بشكل كافي؟ طبعا موجودة عندنا شركات متخصصة عندها ما يعرف بالليموزين، اللي هي المستوى الفاخر من الانتقالات، سواء عربيات صغيرة أو عربيات متوسطة أو كبيرة. ده موجود وبيحصل تجديد في الأساطيل النقل. والأهم بقى إن احنا عندنا كل مستويات النقل الداخلي الحقيقة. حلو. يعني بالشركات، مش عايز اقول اسامي، الشركات اللي هي بالتطبيقات الموبايل اصبحت كمان موجوده واصبحت متاحه للجميع. التاكسيات موجوده، الليموزين موجود، شركات السياحه موجوده، كل النوعيات موجوده. طبعا احنا دايما بنقول ان احنا بنطمح ان احنا يبقى عندنا زياده في المعروض وارتفاع في مستوى الخدمه. دايما الوزاره بتشتغل مع شركات السياحة على عملية التطوير وزيادة المعروض من الأسطول، لكن ما عندناش مشكلة الحقيقة في اللي حضرتك بتتكلم عليه، وهي الخدمة المرتفعة، الخدمة الأرقى الأعلى في المستوى. ما عندناش مشكلة الحقيقة حاليا. حلو جدا. عايز أطمن على السياحة الأوروبية والسياحة اليابانية. السياحة الأوروبية هتفضل هي أوروبا ككل كقارة، يعني هتفضل هي المصدر الرئيسي للسياحة الوافدة إلى مصر. الحمد لله برضو المعدلات جيدة من كل الأسواق. الملمح الأساسي الحقيقة في هذا العام، يعني منتصف العام الماضي وهذا العام، هو التنوع في الجنسيات اللي موجودة في مصر. ليس هناك اعتماد على جنسيتين أو ثلاثة أو أربعة، لا، في جنسيات كثيرة ربما تتعدى 30 أو 40 جنسية، بتتفاوت بقى طبعا الأرقام على حسب حجم السوق، ولكن كلها فيها نسبة نمو جيدة جدا مقارنة بالفترات الماضية. وبالتالي التنوع ده بيدينا يعني ثراء وبيدينا إمكانية للنمو أكبر بكثير. ده رقم واحد. اثنين، ارتفاع مستوى كمان السائح الوافد إلى مصر بشكل عام، وده نتيجة عوامل اقتصادية كبيرة جدا في أوروبا بالتحديد، طبعا نتيجة الحرب. أصبح اللي بيقدر يسافر هو اللي عنده قدرة أعلى على الإنفاق، وبالتالي إحنا بنستفيد من هذا الأمر. ده بالنسبة لأوروبا، الحمد لله الأمور ماشية كويسة. اليابان طبعا الشركة الوطنية مصر للطيران بسبيلها إن هي تبدأ الخط أو تعيد خطها المباشر إلى اليابان، وبالتالي عندنا إن شاء الله في خلال شهر سبتمبر وشهر أكتوبر بعض المجهود الترويجي والتسويقي في السوق الياباني، وهو سوق واعد جدا. طبعا حضرتك عارف إنه مش بس بالعدد ولكن بنوعية السائحين والاهتمام الكبير جدا بالسياحة الثقافية والحضارة القصرية القديمة. وعندنا يعني بعض الفعاليات إن شاء الله برضه حابب أقول لحضرتك عليها، يعني في خلال أسبوعين كده إيه الفعاليات اللي بنعملها في اليابان لتنشيط السوق الياباني لأنه مهم. أرجوك قولي دايما أول بأول عمر بيه. طب أخيرا أنا عايز، معلش أعذرني، هتقل كمان بسؤال واحد والله. إنه هل إحنا في مصر محتاجين نزود عدد وحدات ما نطلق عليه الشقق الفندقية الفاخرة ووحدات السيرفيست أبارتمنتس؟ طبعا هو موجود على فكرة، يعني موجود أعداد، ولكن العدد اللي موجود عندنا فيه كذا يعني ملمح. واحد، أنه غير منظم بشكل كبير، يعني هي تدار بشكل فردي، كل صاحب منشأة، كل صاحب وحدة هو اللي يقوم بعملية الإيجار للغير.
اثنين التوزيع بتاعها ما هواش برضو توزيع يعني ملائم لحركه السياحه الدوليه اللي احنا بندور عليها. هنجد مثلا في القاهره وفي المدن الكبيره في توزيع كبير، في عدد كبير من هذه الشقق، ولكن في مناطق تانية مثلا في البحر الاحمر مش موجود كتير. في الساحل الشمالي كتير طبعا، ولكن بتعمل في فتره الصيف. وبيبقى الحقيقه ده بيبقى حل للسياحه الداخليه ان هي تجد لنفسها طبعا، للمصريين ان هم يلاقوا اماكن يسيحوا. فمحتاجين ان احنا يبقى عندنا رقم واحد اطار تشريعي لتنظيم هذه الوحدات مش فندقية، الشقق يعني الجاهزة. اثنين العمل على بيسموها ايه، تنظيم عمل هذه الوحدات من حيث الفرش والتجهيزات الداخلية علشان تبقى قادرة فعلا على خدمة السائح والسياحة الدولية. صحيح. أنا بشكرك جدا جدا يا عمرو بيه، كل الشكر لعمرو بيه القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية للتنشيط السياحي.